تمام؟ دي وان اوف ذا ريفراكتيف فيتشر. صح، ريفراكتيف فيتشر يعني ايه؟ يعني دلوقتي الضوء هو داخل العين بيحصل له ريفراكشن، تمام؟ بيحصل له ريفراكشن عند الكورنيا الانترفيس، بعد كده بيحصل له ريفراكشن عند اللينس مع الانترفيس مع الاكلس، بعد كده عشان يوصل للريتنا، تمام؟ فيعني عشان الضوء ده يوصل للريتنا كويس لازم الميديا قدامه تكون ترانسبيرنت، تمام؟ واحده من الميديا من اللي بتعدي منها الضوء هي اللينس، تمام؟ يعني ايه فايده اللينس؟ اللينس دي واحده من الريفراكتيف ميديا اللي الضوء بيعدي فيها عشان يدخل جوه العين، عشان الضوء لازم يحصل له فوكس بتاع الريتنا، الايس الريس بتدخل العين بره، تمام؟ يعني بتبقى جايه للعين بتبقى بره، تمام؟ بيحصل لها شويه ريفراكشن عند الكورنيا، بعد كده بيحصل لها ريفراكشن شويه عند اللينس عشان يحصل لها فوكس بتاع العين، تمام؟ يبقى اللينس از وان اوف ذا ريفراكتيف ميديا اوف ذا، تمام؟ وعلشان اللينس دي تشتغل بشكل كويس لازم تكون ترانسبيرنت، يعني هي وظيفتها ان هي بتعدي الضوء. طب لو هي مش ترانسبيرنت او مش بتعدي الضوء هيبقى في مشكله، ساعتها هيبقى في فيري بروفيشنال كونديشن مش هشوف الضوء، تمام؟ كلهم عارفين الاناتومي بتاع اللينس، عارفين مكانها؟ بيبقى اكبر، ماشي؟ بيفضل بيحصل له بروس هنا البروس
بيبقى اكتر بيفضل بيتاني يحصل له الونجيشن بعد كده بيمشي كده يحصل له الونجيشن بعد كده يتكس كده ويبدا يديلي اللينس فايبرز زي ما احنا شايفين كده تمام. اللينس فايبرز دي بيحصل لها يعني الاستاس بتبقى عامله كده بعد كده بتبقى فيرتيكال كده وبيحصل لها الونجيشن وكل ما ده بيحصل لها كوندنسيشن في النص تمام. طول يعني مع مرور الوقت ومع مرور العمر بيقعد يكون لينس فايبرز من الليكويد وبيقعد يكون لينس فايبرز من الليكويد تمام. فالسيلز اللي بتبقى في النص دي اول سيل دي اول فايبرز اتكونت خالص تمام. وكل ما بيطلع بره دي الفايبرز اللي فيرست كورس اللي بتتكون تمام. دي حاجه بتستمر من طول العمر تمام. عشان كده اللينس بيبقى عباره عن نيوكلس. الحته في النص دي القديمه قوي دي بيبقى اسمها نيوكلس. بيتا نيوكلس بعد كده نيوكلس بعد كده ادلت نيوكلس تمام. ربنا يديك مرحله الفيتس بعد كده مرحله الامبري بعد كده مرحله الادلت تمام. فهمتوا يعني ايه؟ فهمتوا الفايبرز بتاعتك بتتقطع ازاي ويعني ايه في نص نيوكلس وبعد كده بتبقى فيها فايبرز تمام. مع مرور الوقت بقى الادلت نيوكلس بتبقى عامله ازاي؟ الادلت نيوكلس دي الادلت نيوكلس بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى في النص نيوكلس وحواليها فايبرز. دي هتفرق معانا في شكل القطره بتبقى عامله ازاي؟ نيوكلر القطره كورتيكال القطره دي كلها جايه من شكل الاناتوم بتاع اللينس وشكل الابيولوجي بتاع اللينس تمام. ايه هو الفيتشرز بتاعت اللينس؟ احنا قلنا اللينس بيبقى ليها انتيريور سيرفس وبيبقى ليها بوستيريور سيرفس تمام. والايكويتور ده اللي هو الحته اللي فصل ما بين الاثنين تمام. واللينس بتبقى كفر بحاجه اسمها كبسول. اللينس كبسول تبقى ايه يعني؟ اللينس دي عباره عن ماده هي ترانسبيرنت عباره عن بروتين عباره عن فايبرز اللي هي فايبرز متكونة من ستنس تمام؟ ومحاطة بممبرين اسمه ايه؟ اللينس كبسول. زي ما قلنا كده الانتيريور سيرفس بيبقى كونفكس تمام؟ البوستيريور سيرفس مور كونفكس يعني جاي ايه؟ يعني هو كيرفت اكتر من الانتيريور سيرفس تمام؟ الاكويتور قلنا الايدج بتاع اللينس من هنا لهنا تمام؟ طب الاكسس بتاع اللينس اللي هو من الانتيريور للبوستيريور ده الاكسس بتاع اللينس تمام. طيب الدايوكتريك بار يعني ايه دايوكتريك بار؟ احنا قلنا اللينس دي حاجه شفافه زي عدسه تمام زي العدسه بتاعت النضاره ليها باور يعني في عدسه بتاعتها تبقى الباور بتاعها قليله ما بتعملش جدا الريس قوي وفي باور في عدسه تبقى الباور بتاعتها عاليه تمام. هي الدايوكتريك بار بتاعت العدسه في العين 18 دايوكت تمام. دي قوتها 18 دايوكت و70 دايوكت اوتسايد يعني هي جوه العين بتكسر الضوء بقوه 18 دايوكت. طب لو انا شلت عدسه العين دي وحطيتها بره العين هيبقى قوتها 70 دايوكت. طب ايه الفرق؟ الفرق ان انا انكسار الضوء مش بيعتمد على معامل انكسار الماده بس، لا هو بيعتمد الماده دي موجوده في الهواء ولا موجوده في ميه ولا موجوده في ايه تمام. اللينس وهي موجوده في العين وحواليها ميه وحواليها اكوس بتبقى قدرتها على الانكسار 18 دايوكت تمام. لان الفرق ما بينها وبين الريفراكتيف بتاع بينها وبين الميه مش عالي قوي، لكن لما بتتحط في الهواء الفرق بيبقى كبير فالقوه الانكسار بتبقى زايده شويه بيبقى 70 دايوكت تمام. يعني هي نفس الحاجه ونفس الاستراكشر بس لما بيتحط جوه العين حاجه وما بيتحط يعني اوتسايد بيبقى حاجه تمام. الريفراكتيف اندكس 1.42 دي برضه حاجه ليها علاقه بالريفراكشن تمام. احنا قلنا الاناتومي عباره عن لينس كبسول احنا قلنا ان هي سراوند بالكبسول او غشاء بيحيط بيها وعباره عن سان كابسولار ايبسيليوم. احنا قلنا ان هي بيبقى فيها ايبسيليوم انتيور ايبسيليوم يعني لاين لاين في الانتيور كبسول بيوصل للاكويتور. ولينس سابستنس نفسها اللي هي بتتعامل من الاكويتور احنا قلنا الفايبرز اللي فوق تتجمع طول الوقت دي اسمها لينس سابستنس. يعني هي لينس بتتكون من ثلاث حاجات دول بس. اللينس هي اكبر جزء في الباطن كله فيه نسبه بروتينات تروبوتين فيه عاليه جدا تمام. نسبه الميه فيها قليله جدا تمام. هي عباره عن فايبرز بتحصلها كوندنسيشن. الفايبرز دي كلها بروتين بتحصلها كوندنسيشن طول الوقت طول الوقت. الاكسترا سيلولار ماتريكس او المساحه ما بين السيلز والثانيه قليله جدا 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 والميه قليله فيها جدا جدا جدا. كل ده بيساعد على انها تبقى ترانسبيرنت وبيساعد على عشان طيب احسن لها نوتريشن ازاي؟ احنا واحنا بنقول الاناتومي ما قلناش خالص ان في بلاد سبلاي تمام؟ في بيبقى في بلاد سبلاي صغير خالص كده في الامبريو وبعد كده بيحصل له جنريشن يعني في الادلت ما فيش بلاد سبلاي بيروح للنس. طيب البلاد سبلاي بيروح للنس بيجي لها ازاي؟ باي فيوجن. فيوجن ازاي؟ بالاكس.
قلنا ريفلكشن، احنا قلنا ان هي بتعدي الضوء، فهي وان اوف ذا اتراكتيف ميديا اوف ذا اي، ومهم عشان يحصل ريفلكشن، ومهم عشان يحصل ان الضوء يحصل له ريفلكشن على الاكومديشن. عارفين الاكومديشن؟ تمام. من جنب كده ماسكه في مصلز اسمها سيليري مصلز. تمام. السيليري مصلز دي بتبقى شغاله، يعني هي بتبقى ماسكه زي النيورونز كده، ماسكه في حاجه اسمها سيليري مصلز. تمام. طيب لما السيليري مصلز دي تحصل لها كونتراكشن، بتحصل لها كونتراكشن كده قرب من اللينس، فالنيورونز يحصل لها ايه؟ ترتخي. فاللينس بعد ما بدل ما تبقى مشدوده قوي بترتخي شويه كده، فبتبقى مور كونفكس. الأنتيريور سيرفيس بتاعته أمور كومبليكس، يعني أنت لو عندك كور ماشي شدتها شوية في الجنب كده هتلاقيها بطلت شوية كده أو ما عادتش كومبليكس زي الأول. تمام. طب لو العكس، لو أنت شدتها وبعدين سيبتها شوية هتبقى أمور كومبليكس. تمام. طب لما بقت أمور كومبليكس حصل إيه؟ لما بقت أمور كومبليكس الباور بتاعتها زادت شوية، فده يساعد على النيرفيجن، لأن إحنا عارفين إن النيرفيجن ده اللي الأشعة بتبقى داخلة العين مش بتبقى داخلة الأوبشن اللي أنا شايفاها الضوء داخلي دايفرجن اصلا، فانا محتاجه قوه قويه قوي عشان تعرف تعمل دايفرجن كويس عن الضوء، فمحتاجه ان انا ازود الباور بتاعت العين بتاعتي. فزودت ازاي؟ عن طريق بعمل اكونديشن. اللينز بتبقى طبيعي ان هي مشدوده شويه، مثلا الزنيوز ماسكه الزنيوز كده. تمام. مشدوده الزنيوز دي واصله المسلز. تمام. المسلز لما بيحصل لها كونتراكشن بتتحرك لجوه شويه، لما بتتحرك لجوه الزنيوز اللي ماسكه في اللينز هترتخي شويه، هتقوم اللينز مريحه فتبقى تبدا تاخد شكل الكوره شويه، فيبقى مور كومبلكس فالبار بتاعها ينزل. ده اسمها ايه؟ اكومديشن. مع الوقت ومع ان احنا بنكبر في السن العضله بتضعف شويه، السنيورز بتضعف شويه، الاستيستي بتاعت اللينس نفسها بتقل، يعني ان انت تشدها وترجع تشدها وترجع دي اسمها الاستيستي، دي كلها بتقل. فمع الوقت ومع السن قدرتنا على اننا نعمل اكومديشن بتقل، قدرتنا ان احنا نعمل الموضوع ده بتقل. فاحنا كده فايده اللينس ايه؟ احنا قلنا ريفراكتيف ميديوم، وقلنا ايه الاكونديشن. تمام؟ الميتابوليزم اوف ذا لينس ميني انيروبيك، ميني انيروبيك، احنا عارفين انواع الميتابوليزم ايروبيك ميتابوليزم وانيروبيك ميتابوليزم. ده اللي هو مش بيطلع ايتيم كتير، بيطلع لاكتيك اسيد، يعني مش محتاج اكسجين كتير، يعني دي حاجه كده بتقدر بايو كيمستري، بس عشان هي مالهاش بلد سبلاي وعشان هي معظم النيوترنت بتاعتها بيجيلها من الديفيوجن ومعظم الاكسجين بيجيلها من الديفيوجن، فهي الاكسجين اللي بيوصلها مش كتير، فهي بطبيعتها كده معظم الميتابوليزم بتاعها حلو. تمام. ده شكل اللينس. اللينس يا جماعه حاجه مدوره، حاجه كده مدوره كده، حاجه مدوره مش كوره قوي، هي مبطوطه شويه، حاجه مدوره. طب لو انا بس لو انا بصيت لها من الجنب، يعني خدت فيها مقطع كده وبصيت لها من الجنب من قدام لورا، هتبان لي بالشكل ده، هيبان لي كأنها واخده سكشن فيك. فاهمني؟ تمام؟ تمام. انا كده ايه يعني فهمت الصوره دي ولا مش فاهمينها؟ طيب بصوا، انا مثلا ايه عندي حاجه مدوره، مثلا يعني لو انا بص حاجه زي دي كده مثلا، تمام؟ انا بشوفها قدامي ايه؟ مدوره، تمام؟ طب خدت فيها مقطع كده، خدت فيها مقطع وبصيت عليها من الجنب، بشوفها مدوره؟ لا، بشوفها من الانتيريور سيرفيس بتاعها، الانتيريور سيرفيس بتاعها والطبقات بتاعتها بقى، تمام؟ انا لما باجي ببص على اللينس بالسليت لامب، سليت لامب ده الجهاز اللي احنا بنشوفه في العياده، ممكن ابص بالسليت لامب بالديفيوجن لايت قدام كده اشوف قدامي اللينس دي حاجه كده زي ازازه اضواء، يعني حاجه كده ترانسبيرنت قدامي خالص. طب انا عايز اشوف طبقاتها، باجي بالجنب كده واخد فيها سكشن بالضوء، اخلي الضوء يطلع لي طعم بالجنب فاشوفها من الجنب كاني واخد فيها سكشن بالظبط، ببص عليها من قدام لورا. تمام. لما ببص عليها من قدام لورا يبقى دي طبقات اللينس من قدام لورا. تمام. دي قدام ودي ورا. تمام. طب هي ليه مش كده؟ لان هي يعني عامله كده بالظبط. احنا قلنا ايه؟ انتيريور سيرفيس، انتيريور سيرفيس. تمام. واحنا قلنا ان اللاميليا او الفايبرز بتتكون من البريفري ستيلر، وتقعد تتكون وتقعد تتكون، فبتعمل زي يعني دي الحته دي اتكونت اول حاجه، بعد كده بتقعد تتكون عليها ليرز 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 اللي هي من الكويت. تمام. طيب ايه دي اللي انا شايفاها دي؟ دي كورنيا. فاحنا واخدين سكشن من الجنب بقى. تمام. انا كاني واخده سكشن في العين من الجنب، يعني
تمام؟ فالكورنيا هتبان كأنها خط. بقى تيرو سيرفيس بتاع الكورنيا وبقى تيرو سيرفيس بتاع الكورنيا. طب ايه الجزء ده؟ الاسود ده بقى تيرو تشامبر. تمام؟ وبعد كده تبدا تبين لي الجنس بقى كان ايه بس على الجنب، ده الانتيرو وده الاستيرو. تمام؟ حتى لو العين واسعة كويس تبقى مديه، يبقى دي اسمها ايه؟ مايكروفيلم. تمام؟ طب مايكروفيلم
قفلت الفتحه بتاعت البيوبل هتعمل بيوبل تمام، ويبقى مشكله المايك فيكر ان هي ممكن تعمل بيوبل العدسه الصغيره دي ممكن تعمل بلوك البيوبل. وطبعا البيوبل ده مهم عشان الاكواس اللي عندي من الانتيريور تشامبر دي مايكروسكيرو فيكيا، يعني دي عدسه صغيره جينيتالي هي صغيره وحصلناها ديسوكيشن اللي هي ديسوكيتد الانتيريور تشامبر حركه المناخ. طيب في حاجه اسمها طب ايه تاني ابنورمالتي؟ احنا قلنا ابنورمالتي في الشيب اللي هي شكلها صغير مايكروسكيرو فيكيا تمام، وحصل كومبليكيشن بين الشيب الصغير ده بيحصل لها ايه في حركه المناخ. طيب في ابنورمالتي ممكن تحصل في السايد بتاعها، المفروض العدسه تبقى موجوده في النص مغطية كل منطقة البيوبل، طب دي حصل لها ديسلوكيشن شوية، شايفين الاتش بتاعها بعيد من البيوبل اهو، وده طبيعي؟ لا مش طبيعي، ده حصل لها ديسلوكيشن، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ديسلوكيشن. طب الديسلوكيشن ده ممكن يحصل مع ايه؟ ممكن يحصل مع سنترومات مثلا مع زي المونتستيرونز زي الصورة دي، وممكن يحصل بالطرق مش ممكن حد يتخبط، يحصل السنيوز اللي ماسكة اللينس ومعناها في مناها دي تتقطع فيحصل ديسلوكيشن في اللينس تمام؟ يعني ممكن تكون سببها حاجة كونجنتال أو ممكن تكون سببها أكواير بتروما مثلا. طيب البيشنت بيشتكي من إيه في حالة زي دي؟ الضوء اللي دخل من هنا مش هيحصل له ريفراكشن باللينز، والضوء اللي دخل من هنا هيحصل له ريفراكشن باللينز، تمام؟ اللينز الريفراكتور بتاعها والباور بتاعتها عالية، فالضوء اللي وصل باللينز مثلا هيحصل له فوكس على حتة وده هيحصل له فوكس على حتة تانية لأنه مش حصل له نفس الريفراكشن. تمام؟ فيبدا العين يشوف الحاجه منين؟ يحصل له جلوبين، يبقى شايف الحاجه منين؟ لان الضوء بره اللينز داخل بيحصل له ريفراكشن بطريقه معينه، وبره اللينز بيحصل له ريفراكشن بطريقه معينه. بيحصل له حاجه اسمها ايه؟ جلوبين، تمام؟ طيب لو خدت عين ثانيه الجلوبين دي ضوء؟ لا، عشان المشكله في نفس العين، فدي اسمها لاميبيا اوكيلار جلوبين. تمام؟ انتوا بعد كده في اخر الترم خالص لما تيجوا تذاكروا حاجه اسمها جلوبيا دي السيمتومز والسيمتوم، يعني ايه جلوبيا؟ يعني انا اشوف الحاجات دي انا شايف انا قدامي شايف الحاجات دي. التبريبيا دي ممكن يكون سببها حاجات كتير قوي، تمام؟ بنقسمها حاجتين كبار، يوبي اكتر دوبلوبيا وباي اكتر دوبلوبيا. يعني ايه؟ باي اكتر دوبلوبيا يعني انا شايف الحاجه دي طول ما انا ببص بعينيا الاثنين، لكن مجرد ما غمي عين واحده التبريبيا دي راحت. يبقى الباثولوجي هنا ايه؟ العينتين الاثنين مش ماشيين مع بعض. مجرد ما انا بستخدم عين واحده التبريبيا راحت، تمام؟ طيب لو الباثولوجي في عين واحده يعني عندي مثلا هنا وبشوف الحاجه اتنين، لو خبيت العين دي هتعمل لي حاجه؟ لا هشوف العين حاجه اتنين بره، تمام؟ يبقى اسمها بيوكلر دوبلوبيا، تمام؟ بيوكلر دوبلوبيا زي السكويرز، عين باصه الناحيه دي وعين باصه الناحيه دي، العين دي باصه على حته ودي باصه على حته، هيحصل لي دوبلوبيا. بس لو غبيت عين واحده خلاص بقيت شايف صوره واحده من عين واحده، يبقى دي بيوكلر دوبلوبيا. السؤال ده مهم وسهل شفوي وكده، تمام؟ ينفع يبقى في بيوكلر دوبلوبيا وسهل يعني لما تيجي تاخد في الاخر هتبقى يعني لو كنت عارف مش لكن دي تكون يعني كون في الهندس. لا هي حته كده
الجيم اللي عامله زي الفود موجوده ايه في الفيتنس. طبعا دي برضه بتاثر على الفيشن بتاعنا برضه ايه يعني بتاثر على الفيجن بتاع النورنج والفيجن وبتاثر على الفيشن بتاع يعني بتاع النورنج والفيجن برضه. وبرضه انتيريور للتكونس اهو يعني الحته برضه دي بارزه شويه يعني مش ماسكه سموث قوي لا في هنا بروز شويه مش باين قوي زي الانتيريور للتكونس دي برضه اسمها انتيريور للتكونس يعني الحته في الانتيريور سيرفيس بارزه شويه اسمها انتيريور للتكونس الحته في الانتيريور سيرفيس بارزه شويه لورا اسمها انتيريور للتكونس. طيب ابنورمالتي ابنورمالتي في الكولر ايه هي؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ اللينس دي حاجه شفافه المفروض زي ازازه النضاره كده عشان تعرف تعدي الضوء وتعرف تشوف كويس. طب لو في حاجه في الكولر في الكولر بقى بدا يبقى فيها اوباستي او بدا يبقى فيها لون ده اسمه كولر. نحاول على قد ما اقدر ان انا اوريك صور بتصير الكولر عشان تساعدك في الكولر بس اللي جبت انا بتسلى. طيب احنا عندنا الكولر ممكن يكون برايمري او برايمري اللي هو ايه من السن جدا عشان توصل لها. فلما بيحصل اوباستي
تبقى اكبر شويه. طيب الكورونا اللي بقدر ابتدي تبان ازاي؟ في البريفري بتاع اللينس هيبان نقط كده، نقط كده دايره دايره عامله زي كانها تاج كده، تمام؟ نقط دايره دايره موجوده في اللينس، تمام؟ لو انا ببص عليها من قدام هشوفها كده، يعني اللينس مدوره اهي هشوف نقط نقط قريبه من اللينس كده بالظبط، تمام؟ ولو انا ببص عليها من الجنب هشوفها برده في البريفري بتاع اللينس، تمام؟ هشوف برده في البريفري بتاعها نقط نقط. دي اسمها ايه؟ اسمها كورونري كونتراكت، تمام؟ ممكن جزء اخر جزء اخر اوبر انوميز، يعني في حاجه ثانيه كونجنتال انوميز ثانيه في العين
زي الهايبر بيترس. دي حاجة موجودة في الكونجنتال، يعني الكونجنتال اللي في البيترس مفروض بتتوب أو مبقاش موجودة بعد الولادة. لو هي لسه موجودة بيسموها persistent hyper plastic بيترس. تمام؟ قادر يعني هو الكونجنتال قالوا لي إن هو ما عندوش أيرس أصلا فمعاه قدرة. طب كولوبوما كولوبوما أوف ذا أيرس مثلا هو عنده الإفكت أوف ذا أيرس ومعاه قدرة هي أسوسيشن، يعني مش كولوبوما هي سبب القدرة، لا هي أسوسيشن. زي عنده كونجنتال أنوملي ومعاه كونجنتال أنوملي تانية. مايكروسامبس يعني هو كونجنتال أنوملي إن العين كلها حجمها صغير ومعاه أسوسيشن كونجنتال قدرة. موفسامبس دي كونجنتال كولوبوما ومعاه أسوسيشن كونجنتال قدرة. زي ما قلت كده ممكن يبقى أسوسيشن مع أي كونجنتال أنوملي تاني. تمام. طب إيه بقى الأسباب التانية؟ روبيلا كونسولاس مسيتو مدير الفيروس فيروس كده بيحصل اللي مدرنا الانفكشن. الحاجات دي بتفضل بمعطى جدا انا مدرس كتير منها الجدا الرقم. تمام. طب في ميتابوليك ديس اوردرز كمان بتعمل الجدا الفتره او الجلايكوسيميا هايبوغلايسيميا هايبوغلايسيميا دي كلها الجدا ميتابوليك ديس اوردرز. يعني حاله الميتابوليزم ابنورمالز في الميتابوليزم في البيز بيحصل معاها الجدا الرقم. دلوقتي بقى هقول لكم برضه هنتكلم على Thank you.
تمام. طب لما بس بالظبط بيسموها ايه؟ ميوكلا كفر. تمام؟ الحته اللي في النص بالظبط هو بيه في الميوكلا بتاعت السلس هو بيه ده بيسموها ميوكلا كفر. ده لما تبقى اوبيك بتعمل ازاي؟ في الاول بتبقى مسفره شويه، بعد كده مع التنين بتبقى اوبيك اكتر، تبدا تبقى لونها مدعيه كده، بعد كده تحمر، بعد كده مع السيفير كيس بتبقى لونها بني بني غامق. تمام؟ فالميوكلا كفر اللي هو اللي بيبقى فيه بس في الميوكلاس بيقسموها جريدنج حسب النوع. بس دي لونها ايه؟ الميوكلا كفر في نفسه في ايه؟ في جريدنج حسب النوع. تمام؟ فالوبس دي الحته اللي ما بين النيوكلاس والحته اللي في النص ممكن تحصل لو الوبس في الحته دي بيسموها ايه؟ كورتيكال. الحته اللي ما بين النيوكلاس والكبسول دي بيسموها كورتيكال. لما بيحصل وبس في المنطقه دي بيسموها كورتيكال. تمام؟ احنا دلوقتي الصوره دي انتيريور سبكابسول وبوستيريور سبكابسول. تمام؟ فاهمين دي؟ تمام؟ دي النيوكلا كفر بتبقى شايفين؟ دلوقتي الحته اللي في نص النيوكلاس نفسها نفسها بقى بيبدأ يطلع من بوست من خرام بسيطة جدا في الاتيرو كبسول. احنا قلنا ايه
الشاورما ويعمل لي بركوني. تمام؟ بيسموها فابوليت البركوني. تمام؟ طيب احنا دلوقتي شويه ماتيريال طلعوا بره اللينس، فاللينس هتبدا تنكمش شويه، فبيبدا يحصل لي ريبلنس على الانتيريور كابسول. ليه؟ البروتين اللي هو اللينس اللي قبل ده بدا طبعه يتغير، بدا شويه منه يطلع بره، فبدات اللينس اللي كانت منفوخه قوي دي تكش شويه، فالكبسوله بتاعتها هيحصل لها ريبلنس او هيحصل لها ايه؟ زي فولدز كده، هي باينه هنا شويه. تمام؟ الهايبرمتيور بدات برضه عشان هو حاجه يعني هو ستيج بعد الماتيور كمان، فبيبدا يحصل ديبوزيشن للكالسيوم. يعني انا برضه في الستاتس بتاعت الهايبرمتيور بدات ان انا اشوف ديبوزيشن للكالسيوم على الانتيريور على السيرفس بتاع اللينس. تمام؟ طيب حصل ديكونفكشن قوي في الماده بتاعت الفتره بتدي البروتين اللي هو اللينس لدرجه، بس برضه مهما حصل ديكونفكشن الحته اللي في نص اللينس احنا قلنا اللي في قلب اللينس بالظبط، الحته اللي في نص السنتر بتاع اللينس بالظبط دي اقدم حته في اللينس، دي اول فايبر كونت في اللينس بتبقى جامده قوي عامله زي الفول. تمام؟ وحصل ممكن تحصل ديكونفكشن في الفتره الابتدائيه بس الحته اللي في النص لسه مش بروفايل، هتقوم يحصل لها ايه؟ هتختص بقى، لان الحته بقت الفتره الكبتيره اللي بروفايل كانت عامله زي الميه كده. تمام؟ وعندي حته صلبه في النص لسه هيحصل لها ايه؟ هنسيف هتنزل شويه كده ماشي؟ بيسموها مورجانيان فتره، هي دي بقى مرحله المورجانيان فتره. تمام؟ هو النيوكلس اهي سيف كده اهي، يعني هي اللينس اهي والحته اللي في النيوكلس الحته اللي في قلبها وقعت هي اللي جيتش بتاعتها، بيسموها مورجانيان فتره، وده اخر ستيج خالص. يبقى دي حسب الماتيوريتي، احنا هنا ما قلناش انتيرو ولا سوبيريو ولا فين، ما قلناش مورفولوجي، احنا قلنا الماتيور هنا في الايرلي ستيج يعني كانها ستيجز كده، كانت ماتيور فبقت ماتيور بعد كده هايبر ماتيور بعد كده بقت مورجانيا. طيب احنا قلنا كده كنا كونجنتال وسينايل كتره. تمام؟ قلنا بقى قلنا ايه؟ كومبليكيتد كتره، قلنا الكومبليكيتد كتره في السيستميك ديزيز وايه واللوكال ديزيز. السيستميك ديزيز دي اشهر بقى ايه؟ دايبيتيك بريشر ده صغير في السن ولا هو كبير في السن؟ تمام؟ لو هو صغير في السن بيسموه سنو فليك كاتر، يعني بيحصل ديبوزيشنز كده عامله زي السنو عامله زي التلج كده لونها ابيض كده. تمام؟ يبقى الدايبيتس لما تيجي في سن صغير وبيعمل كاتر بيعمل كاتر في الشكل ده سنو فليك كاتر، يعني زي ايه نقط بيضاء كده. تمام؟ طيب لما بيجي حد كبير في السن شويه عنده 60 سنه 70 سنه بيبقى عادي، بيبقى شبه ال بيبقى شبه السناين كفر بالظبط، بس البروجريشن بتاعه بيبقى اعلى شويه. تمام؟ زي السناين كفر اللي احنا كنا اتكلمنا عنه من شويه، ماتيور ماتيور هايبر ماتيور الكلام ده كله، بس البروجريشن بتاعه بيبقى عالي شويه. تمام؟ في كونجنتال انوبل ستادي بيبقى معاها فتره بتبقى في حته مايلينيا ديستروفي دي بيبقى فيها كده. من اهم الحاجات اللي بتعمل فتره
كان دايبيتس واعتبر الدرماتايتس حاجات سيستم. هو انا قبل كده فترت ممكن ديزيز ده يكون او ممكن يكون لوكال ديزيز حاجه في العين بقى. طب ايه هي اللوكال ديزيز اللي بيجي مع فتره؟ اليوفيتس مثلا. ايه هي اليوفيتس؟ اليوفيتس ده انفلاميشن في الجلد اللي هي بتاع اللي هي الايرس اللي هي البودي الكروي. تمام؟ لما بيحصل انفلاميشن في اللاير دي بيسموها اليوفيتس. اليوفيتس هي ممكن يحصل معاكم بكده فتره بيبقى علشان تمام؟ طيب جلوكوما فيجن يعني ايه؟ هاتوا الجلوكوما طيب دلوقتي مع الانجل في انواع الجلوكوما كتير. في نوع من انواع الجلوكوما اسمه الاكيوت انجل كلوجر جلوكوما. تمام؟ الانجل بتبقى كلوز بيحصل لكليز جامد في البلاد في الاي او بي بيحصل كوريا القديمه بيحصل يعني من علامات اللي بيحصل مع الاكيوت كلوجر جلوكوما الجلوكوما فيجن وباسيتي على الكيرسيك ستاندرز حتى بتفضل موجوده بعد ما التاكل الجلوكوما تروح. باجي ببص على اللينس بشوف الباسيتي دي على اللينس وبعرف ان البيشنت ده حصل له اتاك في الاكل الجلوكوما. تمام؟ ده احنا بنتكلم عن الجلوكوما يعني بس انا هقعد اشرحها لكم. تمام؟ دلوقتي تقريبا لسه بكره عندكم لينس تاني. تمام؟ تقريبا التريتمنت.